سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا على النبي يلا نبدأ تقول صاحبة القصة أنا بنت عمري 28 سنة ولسه ما تزوجت السبب كان لها أثر كبير في حياتي لما كان عمري 20 سنة كان فيني مس عاشق كنت دايما أشوف أشياء وأسمع أشياء ودايما كنت أحس إن في أحد معايا وصراحة كنت أطمن لكن في نفس الوقت كان في خوف في البداية كنت أقول لأمي الأشياء اللي أشوفها والأشياء اللي كنت أحسها لكنها كانت دائما تقول لي إنتي موسوسة إنتي تتوهمين ومن هذا الكلام كنت أصحى أصيح وأركض لغرفة أمي وأقول لها تعالي شوفي روحي ادخلي غرفتي وشوفي كانت تيجي وما تلقى شيء وتقول لي ها شفتي هذه كلها من الأفلام وكلها من وسوستك والهرج المعروف إلين صرت خلاص مهما أشوف ما أقول لها مع إني ما أنام لو أنا مصلية ومسمية وما أنام لو أنا على طهارة ووردي ما أنساه بديت أصدق كلام أمي مع الوقت إنها مجرد وسوسة بديت أحس أقول يمكن من جد أنا مريضة قررت إني أتعالج بالطب النفسي طبعاً بعد جلسة طويلة مع أهلي أقنعهم إني أنا أحتاج علاج رحت وتعالجت وكنت اتجاوب مع العلاج كانت تقول الدكتوره انت فيكي اكتئاب وانه هذه كلها اعراض الاكتئاب والمكتئبين كذا يحسون انهم في دوامه ويبدون يتوهمون اشياء كثيره لكن انا ما احس اني انا مكتئبه بالعكس وقتها كنت البنت الفرفوشه صح اني هاديه لكن فيني حياه ما كنت احس ان فيني اكتئاب بالعكس استمريت سنه ونص تقريبا اتعالج نفسيا كنت اخذ حبوب وكانت زي الحلاوه بالنسبه لي ما تسوي فيني ولا شيء بس زي اللي اطمن نفسي ان الدكتور أدرى بعد السنة والنص هذه تركت العلاج لأني شفت انه ما في أي نفعة أصلا وإن اللي أشوفه وأسمع وأحسه مو مرض حاولت اني اتجاهل اللي قاعد يحصل لكن شويه شويه بدا يزيد الموضوع في البدايه لما كنت انام كنت احس في احد منسدح جنبي لدرجه احس بنفسه في ظهري دائما لما اكون في شده حزني يجيني ولما اكون في شده فرحي برضو يجيني دائما كنت احس اني انا ماني لحالي في الغرفه لكني كنت اتعود من ابليس واشغل قران بغرفتي احيانا لما كنت اشتغل لشيء في الجامعه والغرفه هدوء كنت احس بنفس عند اذني وهمس خفيف وكنت اتعود من الشيطان وعلى طول اقوم واشغل القرآن واجلس واهدي نفسي، كنت لما انام بايقة كنت احس ان في احد قدامي زي اللي ينتظرني افتح عيوني بس، افتحها بسرعه لكن ما احصل احد، مرت فيني السنين وكنت احس نفس الاحساس ما تغير ابد، في سنه من السنوات كان عمري فيها 24 سنه، وقتها توفى أبويا الله يرحمه، ما اقدر احكي لكم عن كميه الحزن اللي كنت فيها. بما ان ابويا كان الكل في الكل كنت ما ابكي في عزاء ولا في لحظه وفاته كنت بس ادخل غرفتي انفجر صياح وبكي على طول اطيع المخدة وابكي هذيك الليله هي الليله اللي تأكدت فيها من وجود شخص معاي بالغرفة ويشاركني أشيائي تماما فجأة حسيت بيد كبيرة وخشنة تمسك يدي اليمين انفجعت فتحت عيوني ما قدرت أرفع عيوني ما قدرت أشوف وجهه بس كنت أشوف جسمه من تحت وأشوف يده نص بكاي ما كنت أحس لا بجسمي ولا أحس بنفسي ولا أي شيء كنت تعبانة فعلا وقتها كنت مسدحة على ظهري ومغمضة عيوني يدي اليمين كانت برا السرير ويدي اليسار حطتها على صدري مسك يدي وفجأة صرت أسمع نفس الهمس اللي اللي كنت أسمعه لما كان عمري عشرين سنة فهذه المرة كان الهمس واضح كنت أسمعه يقرأ كان يقرأ آية من القرآن كان يسمي علي سكرت عيوني وهو يقرأ كنت أحاول أركز بصوته كيف ضخم صوت رجال كان يضغط على يدي ولما خلص قراية قال لا تبكين انا فيه انا دايم معك ما راح اتركك يا الله كيف كنت ارجف خوف بنفس الوقت اكذب ان هذا الشيء حقيقي هذا مجرد حلم اقنع نفسي ان حلم هذا جلس حول النص ساعه ماسك يدي نمت واول ما صحيت اليوم الثاني واتذكر اللي حصل كنت خايفه الا مرعوبه شغلت صورة البقره يوم كامل في غرفتي بعد هذا الموقف بثلاثه واربع شهور تقريبا لما اجي انام واقفل النور كنت احس فيه انه ورايا كان يهمس باسمي وارد عليه بهمهمه يعني اقول له بس هم ويضحك ودايم على هالحاله بس ينادي اسمي واقول له هم كانت هذه المره الاولى اللي اسمع فيها صوته من جد بعدها صرت عادي بس احس فيه يعني احس بوجوده بدون ما يتكلم وبدون ما يقول شيء واحس اني خلاص تعايشت مع الوضع لكن كان شعر جسمي كله يوقف اول ما ينادي باسمي مجرد ما احس بنفس على ظهري كنت أفز بكل مرة ينادي اسمي فيها كان عندي صديقة طفولة مرة مع بعض أنا وياها ولو بيدي ضميتها لدفتر العائلة لكن عمري ما حكت لها ايش قاعد يصير معايا ما أعرف لا يمكنني خفت أنها تتغير علي أو حتى أنها تنفر مني تزوجت صديقتي هذه وتغيرت علي أو بالأصح تركتني حزنت كثير وتعبت نفسيتي مرة وبرضو كنت أبكي كثير كان هو نفسه لما أنسدح يكون ورايا وينادي باسمي وأنا أبكي بنص بكاية ينادي اسمي وأقول له لي لا تخافين يقولي لا تخافين صاحبتك ما راح تتركك صاحبتك بترجع لك كنت اسكت ولا مره تشجعت اني اتكلم معاه او اقول له اي شيء ما كان بيني وبينه غير الهم حقتي هذه تخرجت من الجامعه وكنت مره مبسوطه تفلت مع اهلي وكان يوم ما ينسى من كثر ما كان ان اليوم حلو فجاه حسيت انه في بالي قلت بروح غرفتي اشوف رح يرجع يكلمني ولا لا فجأة حسيت بثقل على السرير زي اللي كان في أحد جلس معايا عرفت إنه هو ما أخفي عنكم إنه بكل مرة أحس إنه هو موجود قلبي يوصل حلقي من الخوف وأطرافي تبرد أنسدحت وسكرت عيوني بس أتكلم ممكن إنه يسمعني صرت أقول الله تخرجت صرت مهندسة قد الدنيا الحمد لله اكتملت فرحتي على خير والله يا أبويا لو إنك معايا وتشاركني فرحتي كنت أبتسم وهنا ناداني باسمي وما رديت عليه قال يا مهندسة ويضحك ضحكت الأول مرة من ضحكته بعدها صار هدوء تقريبا لمدة عشرة دقائق إلى ربع ساعة بعدها ناداني باسمي وقلت له هم قال أضحكي دايم تشجعت الأول مرة من 24 سنة وقلت له مين أنت قام يضحك ضحكته توقفت قلبي قال اسمي عمر وسكت وصار هالسكوت طويل استمر السكوت هذا لمدة سنتين ما عاد تكلم معايا ولا أي شيء مجرد الأحاسيس المعتادة اللي كنت أحسها معاه صار عمري 26 سنة عشت حياتي طبيعي لكن تقدرون تقولون إني فقدتها انخطبت وقتها وكنت في فترة إني أستخير وأرد كان عندي عذر أرفض الرجال لكني كنت مترددة عشان عمر مدري كيف بس كان بصدري شعور خفيف له ما اعرف كيف اوصف لكم لكن جد الشعور كان يحير كثير تعوذت من ابليس وقنعت نفسي ان العمر قاعد يمشي بالذات ان امي كانت تضغط علي بحكم انها تبي تشوفني متزوجه وتشوف اطفالي ومن هذا الكلام وزي اي ام طبيعيه بنتها توظفت وتخرجت خلاص وتبغى تشوفها عروسه استخرت حول الاربع مرات من كثر التردد اللي كنت فيه وحس اني مرتاحه عادي جاء وقتها اخوي الكبير يبغى ياخذ مني جواب قلت له اني موافقه بالذات ان الرجال ما يعيبه شيء يعني كويس بس تعرفون هذاك الشعور اللي تحسين في شي داخلك قاعد يرجف يرجف الشي انتي ما تعرفين شو هو سوينا تحاليل الزواج وتمت اموري بسرعه الحمد لله وكنت متحمسة المستقبل الجديد، اتفقوا اخواني مع اهل المعرس وعلى كل حاجة ويوم الملكة وكل شيء، رحت السوق زي اي بنت وشريت فستان، كنت اشوف الفرحة بعيون اخواني وامي وحماسهم وترتيبهم بحكم اني البنت الوحيدة بين سبعة شباب، قبل يوم الملكة بيوم كنت معلقة فستاني في الدولاب ومجهزة اغراضي عشان بس اصحى اتجهز، كنت مرة متحمسة، قبل ما اغفى بشوية سمعت همس ينادي باسمي فزيت كيف بعد كم بعد سنتين الحين رجع ثاني مرة قمت وجلست كنت مقفل النور لكن جنبي نور صغير زي الأبجارة أو أصغر من الأبجارة بشوية ومرة ثانية ينادي باسمي قلت هم قال ليه ما عرفت أرد عليه انسدحت وغطيت وجهي بالبطانية شوي حسيت البطانية تنسحب من وجهي ورجع ينادي باسمي وجلست أبكي لا شعوريا وجهي كل دموع ورجعت أقرأ المعوذات بيني وبين نفسي وكنت رابطة شعري واحد فوق رجع يعيد وينادي باسمي قلت هم فجأة سحب ربطة شعري وفكه، كنت أحس بنفسه هنا 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 عندي، ورجع يهمس، ليه؟ ليه يا فلانة؟ عليه بنفس همس طبقة لي، قلت وش اللي ليه؟ قال ليه وافقتي على فلان اللي هو خطيبي، جلست أرجف ودموعي بس تنزل دموع، ليه ما أوافق؟ قال لا يا فلانة. الله يخليك ليه لا ليه رجع الوضع هدوء لثواني بعدها بدأت أحس شعري يتحرك على ظهري زي اللي جالس يلعب فيه بعدين قال أنا عمر نسيتي عمر وقتها انفجرت صياح وجد خفت قلت له تبغى مني؟ قال فلانه فلان اللي هو خطيبي مو الرجال الصح مو كويس انت دائما تصدقيني هذه المره بتصدقيني طيب ايش تبغى مني؟ قال تساليني قلت ايوه ايش تبغى مني؟ كنت بس احس بنفسه لما يسكت كنت اخاف اكثر من لما يتكلم لا ايش تبغى مني؟ خلي فلان خطيبي على جنب انت ايش تبغى مني انا؟ فجاه نبره صوتها تغيرت وصارت نبره حاده جدا قال هذا كله وما تدرين ايش ابغى؟ مشكله وزي اللي كان ينفخ قال ما راح تاخذين فلان جلست وقتها ابكي بصوت قال شوفيني قلت لك ما راح تاخذينه والله ما اخليه وراح اوريه وبنفس حده النبره بعدها سكت وبديت احس بانفاس حاره مره على ظهري ورقبتي بعدين همس باسمي وقال تخافين مني قلت لا ما اخاف منك لكن انا ابغى خطيبي ليه تقول لي كذا قال طيب لا تصحين الله يخليك لا تصحين قلت الا بصيح إذا أنت تسوي كذا بصيح لا تتوعد فلان أنا بتزوجه مهما قلت فجأة حسيت ببطني ينمل وزي اللي راسي قاعد يثقل شوي شوي بديت أحس إن في شيء فوقي كأن أحد قاعد يحضني جلست أردد بيني وبين نفسي آية الكرسي والمعوذات أحاول أنقلب على يميني ما أقدر أحاول ما أقدر جلست حول الساعة وشي على نفس الشعور والإحساس بعدين قال فلانة شريتي فستان جديد قومي البسيه أشوفه عليك قلت ما ابغى قال الا قومي البسي قلت لا ما راح البسه قال البسي الفستان وفلان ما رح اسوي له شيء اللي هو خطيبي قومي ألبس الفستان أشوفه عليك وما رح اسوي لفلان شيء قلت ما رح البسه وفلان بحفظ ربي قال والله لو ما لبستيه انك ما تفرحين بفلان ما رح اخليه يدخل عليك والله لكسر ظهره خفت من تهديده قلت طيب اذا لبسته قال بخليه وما رح اسوي له شيء وقفت وفجاه صرت اسمع صوت صياح صوت صياح قوي وكنت اصيح من صياح الصوت هذا قمت لبست الفستان وانا ابكي قال اوقفي قدام المرايه وخلي ظهرك مقابل المرايه فجاه صوت الصياح من جديد وطول ومو بس صياح كان شهيق شهاق احد يشاهق ما ادري ايش يسمونها وانا اصيح من الخوف بعدها انقطع الصوت وقال لي فلانة قلت هم قال دوري فيه شوي درت فيه نص دورة وكان ساكت قلت خلاص أفكه وساكت ما في صوت كاته ورجعت لسريري ولا عاد سمعت صوته وعجزت أنام كل شوي أحس أنه بيقول حاجة ما مداني غفيت الا اصحى الصباح فستاني مقطوع من النص من عند الصدر الين تحت ومخرم زي الخرمات الصغار لما شفت فستاني كذا خفت وعلى طول خبيت الفستان وقلت لاهلي انا خلاص ما عاد ابغى فلان كلموه قولوا له لا يجي تخيلوا بس ان اهلي كانوا مجهزين ومستعدين لكل حاجه جوني اخواني ايش فيك يا بنت الحلال ايش صاير ليه ما تبغين فلان قلت خلاص فكوني من هذا الموضوع ما ابغاه وانتهى اخوي الكبير هنا عصب وقتها انفجرت بكي وقلت انتم ما تدرون ايش قاعد يصير ما تدرون ايش فيه قال اخوي انطقي طيب ايش فيه ايش فيك قلت لهم الفستان وقلت لهم هرجه عمر من طقطق طق للسلام عليكم طبعا ما صدقوني قال اخوي الكبير انت مسويه بالفستان كذا عشان ما تاخذينه يعني جلست احلف لهم واقسم لهم بالله لكن لا حياه لمن تنادي ناديت امي قلت لها شوفي انا مو قبل سنين جيتك وقلت لك ايش السالفه وقلتي لي انت موسوسه شوفي بعينك قولي لاخواني شيء كان وين حتى امي ما صدقتني وكلهم يقولون طيب ما دامك ما تبغينه كان قلتي ليه تسوين بالفستان كذا كلهم يحسبون اني انا اللعبة بالفستان وللاسف امي دقت على خالتي وجابت لي فستان من عند بنتهم وملكوني على خطيبي غصبا عني خلينا نقول اسم خطيبها محمد ملكوني على محمد غصبا عني ما اوصف لكم هذيك الليله ما كنت احس بولا شيء كانوا يسووا لي مكياج واخربه بالدموع تملكت على محمد كنت خايفة يصير أي شيء أي شيء من أي صوت أو صرخة أفز أحس بأنه عمر أحس بعمر سوى شيء أو صار شيء للآن تهديده يدور في بالي مرت ليلة الملكة وقلت ما رح أنام بغرفتي كنت خايفة أن عمر يرجع نمت عند أمي وكانت نفسيتي في الحضيض أصر عبد الرحمن أنه يزورني ويكلمني وكنت أرفض ما ابغى اشوفه كنت خايفه بعد شهر من ملكتي ومع كل الرفض اللي كنت ارفضه اخواني اصروا انه يجي يزورني يقولون عادي زوجك خليه يجي يزورك ما رح يطول شويه ويمشي ومن هذا الكلام وافقت وقلت خلاص خلوه يجي وجاء عبد الرحمن كنت اول مره اشوف ملامحه من قريب كان شخص خلوق وطيب والحنية تبان في ملامحه سلم علي وجلس وكان معايا أخويا وبعدين طلع وخلانا لحالنا كل مرة عبد الرحمن يحاول يقرب يجلس جنبي شوية كنت أحس بلوعة واحس ان راسي ثقيل ثقيل كل ما جاي يقرب مني انا ابعد كان يقول لي بسم الله عليك ايش فيك تعبانه انت اقول له لا, لا ما فيني شيء كان يحاول يمسك يدي وانا اسحب يدي منه لا شعوريا قال انا زوجك وحلالي كنتي حلالي عادي اذا مسكت يدك عادي تناظرين فيني ترى عادي ترفعين راسك وتكلميني وهو جالس يتكلم ما قدرت اتحمل قمت وطلعت من المكان وسحبت عليه وهو والله انه ولد حلال حتى ما اشتكى لاخويا ولا اي احد وانا استمر تنام عند امي ما اروح غرفتي بعد كم يوم قال انه بيجي يزورني مره ثانيه وجايب لي معاه هديه نفسيتي أحسن شوية لبست فستان مسكين أول مرة كشخلة. جاء الآدمي مشيت بروح للمجلس على أساس بدخل على خطيبي محمد كل ما قربت للباب أحس جسمي يرجع لورا كل ما قربت أحس أني قاعدة أرجع وأحس بثقل في بطني وأتعوذ من الشيطان وأتقدم للباب وفي شي يرجعني ورا رجعت للمطبخ اللي أمي موجودة قالت أنت للآن ما دخلتي عليه وتضحك تقول كم مستحية ليش بك كنت أسمع كلام أمي وأحسه زي الصدى كنا حلم ما أدري راسي كان يدور ما أعرف إيش كان الإحساس بالضبط لكن اللي كنت اعرفه اني انا ما كنت بوعي تماما، فجأة جلست استفرغ، جلست امي تسمي علي وتشربني مويه وجلست تقرا علي وكأني هديت شويه، قالت امي خلاص بخلي محمد يروح ويجي مره ثانيه لانك تعبانه، قلت لا بطلع له، وفعلا قمت ورحت وكان نفس الاحساس يرجع لي. كل ما جيت عند الباب في شيء يردني، قاومت الشعور ودخلت عليه وكان جالس محمد، اول ما دخلت قام يهلي ويرحب فيني، واول ما وقفت قدامه جا وحضني، واول ما حضني حسيت بسكاكين في بطني، سكاكين في ظهري، سكاكين في كل مكان، يده لمستني، كان طويل وعريض، كنت احاول افك نفسي منه، لكنه كان شاد علي بقوه، جلست ابكي وهو حاضني فجأه اللي قاعد استفرغ دم، وصار ثوبه كله دم، ما كنت قادره اتنفس من كميه الدم اللي قاعد تطلع من فمي، زي اللي كنت كنت قاعدة اشرق بالدم فكني وكنت اشوف بعيونه كيف انه مفجوع وجلسي صارخ بعدها ما حسيت بولا شي صحيت اللي انا بالمستشفى وكان محمد موجود واثنين من اخواني وامي كلهم على وجيههم نظرات الخوف يستنوني بس اصحى من هنا بدات علامات العذاب مع عمر تقرير المستشفى يقول اني سليمه مية في المية. طيب والدم الدكتور بكبره كم متحير يقول يمكن قرحه بالمعده او التهاب مريء تنومت بالمستشفى لمده اسبوع عشان يتاكدون اكثر ويسوون فحوصات اكثر وبدقه عاليه ومحمد كل يوم عند راسي يقرا علي الى ما انام هالاسبوع كان كفيل انه يزرع حب واحترام لمحمد كل ما يقرا علي محمد احس بنغزات في صدري وفي بطني نغزات وكان احد قاعد يطعني كنت اقول محمد وقف وقف خلاص لا تقرا يقول لي ليه اقول له لي عورني يقول يعورك واعلمه ويحط يده مكان الالم ويجلس يقرا وكل ما لمسني محمد لمسه واحده كنت احس مكان لمسته زي الحرق كان جسمي قاعد ينحرق كنت اصرخ ابغاه يسكت ويبعد عني بس يبعد خاف محمد وقال أخواني خلونا نطلعها ونوديها للشيخ يقرا عليها محمد كان حاس ان كل اللي فيني ما يحتاج دكتور طبعا محمد ابوه كان امام مسجد وكان يرقي الناس لكن لكبر سنة انقطع عن الرقيه جاني محمد قال اسمعي انا باخذك لابويا عشان يقرا عليك ايش رايك قلت ما ابغى قال الا تبغي قلت لا ما ابغى قال مو بكيفك انا ما ماخذك ما اخذك وقتها قررت اني اقول لمحمد عن عمر وعن السالفة كلها بداخلي كنت عارفة أن محمد إنسان ثقة وكفو وبنفس الوقت خفت يوديني الأبو يصير شيء شيء داخلي يبغى محمد أبغاه يتمسك فيني مهما صار قلت له اسمع خلاص موافقه لكن ابغى اقول لك حاجه قبل ما نروح لابوك، قال لي قولي، قمت وحكيت له بشويش السالفه، من يوم ما بديت احكي السالفه احس بقزاز يجرح حلقي، كنت اتكلم كلمه واسكت ابكي وارجع اكمل بالقوه يطلع مني الكلام، انصدم محمد وقام يدور بالغرفه يدور ويردد بس لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، اول مره احس بضعفي، قلت له لا تتركني تكفى، امسك يدي خلينا نتخلص من هذا الشيء مع بعض، قال ما عليك ما رح اخليك انا ابغاك لا تخافين وانتي ما فيك شيء لا اشوف هذه الدموع ترى كل ما شافوا بني ادم ضعيف قربوا له انت مو ضعيفه كنت ابكي فرح من كلامه لكن بنفس الوقت كنت اشوف قديش حتى هو خايف طلعوني من المستشفى واخذني محمد البيت ابوه وجاء اخوي الكبير معانا تخيل اني كل ما جيت انزل من السياره ما اقدر ما اقدر شيء ماسك رجولي مثبتني على المرتبه يجي اخوي يمسك يدي يقول امشي حاولي ارفعي نفسك ساعديني ما اقدر اجلس ابكي واقول له خلاص اتركني ما اقدر ويقول الا تقدرين يلا واجلس ابكي واحلف له بالله اني ما اقدر كان محمد واقف يناظرني وكان حزين قال اخوي وخر بس وخر جاء ودخل نص علي وحط يده تحت رجولي عشان يشيلني ومجرد ما لمسني محمد صرت اصرخ اصرخ باعلى صوتي كان يقول بسم الله عليك بسم الله عليك لمسات محمد كانت نار كنت اشوف محمد يسمي ويبكي مع بكاي ويكرر بسم الله عليك خلاص هانت والله هانت دخلني المجلس ابوه وكان يقرأ علي ومستمر وكنت بس أصيح كثر الصياحة والبكي تحت عيوني محفور أول ما دخل أبوه مع الباب حسيت بهدوء وخلاص هديت مو كأني اللي قبل شوية تصيح وتصارخ دخل أبوه سلم علي وكنت أول مرة أشوف أبوه وجهاً لوجه وجه. كان يحاول يخفف من خوفي قال فلانه حي الله الوجه وكان يضحك تسمتله قال ما بغينا نشوف حلاك ولا محمد خاطفك منا استحيت من كلامه وابتسمت قال وش فيك وانا ابوك وش تحسين ايش اللي يوجعك ما عرفت ارد، كانت نظرات محمد واخويا تخترقني كذا، قلت مدري ادري، قال طيب يا بنتي انا بقرا عليك وبغاك تسكرين عيونك، واذا حسيتي باي شيء قولي لي، واذا ما قدرتي تتكلمين ارفعي لي اصبعك، قلت ابشر، بدا يقرا علي وكان حاط يده على راسي، يميني كان محمد ويساري كان اخويا، وهو يقرا علي كنت اردد مع الايات، كنت اردد كذا مع اني والله ماني حافظتها، لكن وقتها كنت احس لساني يتحرك، كاني حافظه الايات صم، واردد معه يبتسم لي ويهز بعدين سكت قال ها حسيتي بشي يا بنتي لا قال الحمد لله شفتي بسيطه لا تخافين قوم يا محمد جيب لها مويه قام وجاب مويه اخذها ابوه وتمتم فيها وقال لي خذي سمي بالله واشربيها شربت المويه يمين بالله وانا اشربها احس حلقي يتقطع محمد كان يراقب وجهي واخوي يسالف مع ابوه، فجأة بدأت احس جسمي كله حار، كنت احس بتنميل برجولي وجسمي، تها رجع ابوي يقرأ علي ويقرأ بصوت عالي، واحس وقتها راسي ثقيل وبطني يتقطع، ماني عارفة اجلس، احس بحر حر مو طبيعي، قمت وقفت وقام محمد مسكني وجلسني، وانا اقول ابغى اتنفس، ما اقدر، اتنفس ما اقدر تنفس ابغي اطلع. وارجع اوقف ويرجع محمد يسحبني ويجلسني واجلس اصرخ واصيح اقول ابغى اتنفس وقتها محمد مسك يدي وشد عليها لا شعوريا قلت له فكني قال ابو ايش تحسين قلت بطلع بطلع احس حر قال لا ما طالعه ورجع حط يده على راسي ويقرا استمر ابوه يقرا علي ورجعت انا اردد الايات معاه لكن وقتها بدات اهز اهز غصبا عني جسمي يهتز بعدها جلست ابكي واكمل قرايه معاه والصياح يتحول لاني اشاهق وابوه مستمر يقرا وكل ما مسكني اقول لا تمسكني اخوي يقول خلاص خلها انا امسكها محمد يقول لا بمسكك وبلمسك ومو بكيفك غصبا عنك وادفه ويرجع يمسكني ويكتفني ويحضني ويجلس يقرا مع ابوه وكنت اصرخ بعلى صوتي ابغاه يفكني احس ان روحي بتطلع بعدها ما عاد حسيت بنفسي صحيت اللي انا على سرير وابوه كان موجود ومحمد موجود واخويا كمان موجود اقول لهم ايش صار ايش فيه كنت احس ان جسمي كله زي الرضوض ماني قادرة حتى أرفع جسمي ضحك ابو قال يا بنتي ما صار الا كل خير كنت طالع في محمد ابوه جواب كان يبتسم بس وطالع في اخوي عيونه دموع عيونه دموع يبتسم لي كذا ووضعه ما ادري فيه اللوني ارتاح تقريبا يومين خلال هاليومين اتفق محمد مع اهلي انه خلاص ما يبغون يسوون زواج ودامني دخلت هالبيت اللي هو بيتهم فيعتبرونه بيتي واخواني ما خالفوا زي اللي خلاص دخلت بيتكم خلاص اتفقوا اني لو قمت بالسلامه ارجع اجهز نفسي واجيب اغراضي وكل شيء يعني الفتره اللي ابيت فيها في بيت محمد وبيت اهله كانها فتره علاج فقط اسبوع عدى من بعد اخر قرايه قراها علي ابوه هذا الاسبوع كان كل يوم يجي يجلس عندي ويقرأ علي اللي هو محمد ويقول لا تخافين ماني لامسك شوف يدي ها فوق كان يضحك ويحاول يغير نفسيتي شويه الأمة تجي وتدهني بزيت مقري عليه وكنت احس الزيت زي الشاك بجسمي كنت اقول له محمد خايف يقول لي اخاف منه انا خاف عليك غيره ما في خوف امورنا بيد ربنا وابتسم له وكل ما شافني ابكي يقوم يقول لي سوالفه وهو صغير يبغاني بس اضحك ويجلس يضحك ويسوي حركات تخليني فعلا اضحك كان ينام عندي على كنبه وكل شوي يفز يناظرني ويبتسم يقول لا ما شاء الله اليوم الوجه منور والنفسية زينة ويجلس يضحك. هذه الأشياء الصغيرة اللي كان يسويها كانت تعلقني فيه أكثر وكانت تقويني بنفس الوقت. بعد هذا الأسبوع رجع أبوي يقرأ علي المدة 30 إلى 40 دقيقة في اليوم، وكان يغمى علي ولا أدري إيش صاير، ولا حتى هم يقولوا لي إيش قاعد يصير، وزي كل مرة لما أصحى يضحكون يقولون لي إنتِ بخير. استمريت مع أبوه على القراية لمدة ثلاثة شهور، وطول هالمدة محمد ما لمسني ولا مرة، لأني أصلاً بمجرد ما يسوي لي كذا كنت أحس بجسمي يحترق. لكن الحمد لله الوجع خف كثير وزانت نفسيتي شويه في ليله كنت جالسه فيها مع محمد قلت سألتك بالله تعلمني ايش صاير لي، ايش قاعد يصير؟ وش فيني؟ ايش السالفة؟ اصريت عليه كثير لن تكلم، قال لي محمد انه عمر تكلم بلساني وانه عاشق وانه جلس يهدد ويتوحد بمحمد لو لمسني وانه بيقطع لي جسمي، كان محمد يضحك ويتكلم وبنفس الوقت عيونه دموع، جلست انا وقتها ابكي، لما شافني ابكي قال الحمد لله تبكين؟ انا ربي بيني وبينك ما في اي مخلوق بيني وبينك، تبكين ليه؟ بتتشافين بحول ربي وقوته وبنسوي لنا زواج كبير ونفرح لا تبكين، كنت انا ابتسم من كلامه، كملت سنة كاملة على القراية المستمرة والزيوت وموية زمزم، كان ياخذني مكة واعتمر وما فيني إلا العافية، صرت أتقبل لمسات عادي لما يلمس يدي، لما يلمس شعري، كنت أتقبلها بشويش مع الوقت، بعد سنة تماما قال لي محمد وأبونا الحمد لله ما عاد فيني ولا شيء ما أوصف لكم فرحتي وفعلا تغيرت كثير ورجعت الحياة فيني وبدت صحتي تزين مع الوقت والحمد لله تعافيت وقررنا وقتها نسوي حفلة صغيرة كذا في بيت محمد وعلى أساس أن الزواج صغير بيننا عن نفسي ونفسه تفلنا وشفت الفرحة بعيون أخواني ودموع الفرح من أمي وزفاني زفة صغيرة كذا بدرج البيت واستحيت من نظرات محمد وكأني أول مرة أقابله بحياتي كنت أنزف وأنا أبكي لكن بكى فرح يا الله هذاك اليوم كان أحلى يوم بحياتي كنت مرة مبسوطة وهو كان مره مبسوط، كان كل شويه يجي ويبوس يدي، ويقول شفتي؟ قايل لك بنفرح شفتي؟ شفتي ربي حبيبي ما يخلينا، كنت اضحك عليه، كان متحمس ويتكلم، طبعا هذا كله كان جزء من الفرحه اللي كنت احاول اوصلها لكم، مرت لحظات الزواج الصغير على خير، كنت كاني وحده عمرها 19 سنه، تمسكني امي على جنب وتقول لي كيف احافظ على زوجي وبيتي، وكيف انتبه لهم، كانوا اخواني مسوي لنا هديه زواج وحاجزين لنا في فندق، وحاجزين لنا تذاكر شهر عسل. ودعت أهلي واستودعتهم الله وأخذني محمد واتجهنا للفندق أول ما وصلت غيرت وصلينا ركعتين وجلسنا سوا قام حضني وجلس يبكي وأنا أبكي معه ويحمد ربي وأنا أحمده قام يقول أنا اليوم ماني نايم بس بجلس وبطالع فيك ومر اليوم الأول وباقي زي ما نقول زي الأخوان ما صار شي يعني ثاني يوم كنا مرة مبسوطين وكنت زي أي عروسة جالسة ومتكشخة جالسين نسولف سوالف عادية ويسألني إيش نفسك فيه كنت مرة مبسوطة كأن ربي عوضني عن سنين التعب بهذه اليومين ما أذكر أني كنت مبسوطة قد كذا صراحة ولا أذكر أني حبيت شخصي كذا ثالث يوم أقدر أقول أن يوم الدخل الحقيقي بدأ عبد الرحمن يتقرب مني لكن فجأة قام ووخر كان يحاول يتعود من الشيطان وحاول يرجع جنبي حول الثلاث مرات بعدها وخر وراح الحمام وطول بالحمام أنا قمت ورتبت المكان وشفت أنه طول رحت ودقيت عليه باب الحمام طلع لي وجهه أصفر قلت شفيك؟ قال ما فيني شيء قلت ليه وجهك أصفر يعورك شيء قال لا ما فيني شيء بتروش بس قلت لا طيب رحت وطلعت له ملابسه واستنيته ولما طلع ماش والله وجهه تعبان نام شوي بعد ما تروش وجلست أستناه لين يصحى كنت قلقانة مدري في فجأة كذا قال يلا امشي خلينا نروح نسلم على اهلي واهلك قبل ما نسافر، ورحنا شفت اهلي وسلمنا على اهله وسافرنا، طبعا مشت السفريه عادي كنا نطلع نروح نتمشى نرجع ننام نصحى ولا مره حاول انه يرجع يقرب مني غير هذيك المره، كنت مستغربه بنفس الوقت بديت اخاف، في ليله كان جالس جنبي وانا جالسه جنبه، قلت له ايش صاير؟ من هذيك الليله وانت ماشي ايش فيك؟ علمني خليني ارتاح، قال قايل لك انا ما فيني شيء، بنفس الليله هذه حاول انه يقرب مني لكن الادمي ما قدر، كان يسحب نفسه ويخليني وقتها حسيت انه في إنا بالموضوع مو معقول اللي قاعد يصير لكن هذه المره كنت اسمع يبكي في الحمام انتظرته لين يطلع وكانت عيونه مورمه من البكي قلت صاير فيك فيني مشكله في شيء مو عاجبك ايش صاير وجلست ابكي لاني محتاره مش فيني عشان يصير كذا قال لا والله ما فيك شيء انا اللي ما ادري ايش فيني قلت ايش في تكلم جلس على السرير وقام يبكي وقمت ابكي معاه وانا ما ادري ايش السالفه قال مدري لكن ما اقدر المسك ما اقدر قلت ليه ما تقدر ايش فيه قال ما ادري في شيء قاعد يردني عنك ما اقدر المسك كل ما جيت ابغى اقرب منك في شيء يسحبني قلت خلاص عادي عمري اهدى انت قوم غسل وصلي وعادي يا اخي يمكنك متوتر قال صدق تتوقعين كذا؟ قلت ايوه كذا ونص، كن بس تعود من الشيطان وصلي لك ركعتين، وبعدين خلينا نطلع نتمشى ولا نسوي اي شيء، وصرنا زي الاصحاب وانبسطنا سوا، نطلع نتمشى، نرجع نسالف ناخذ وندي بالهروج، ورجعنا من شهر العسل وانا زي ما انا، وخذتنا العزايم اول ما رجعنا من شهر العسل، وفي هذه الفترة احاول مرة ثانية اني يقرب مني، لكن ما قدر وقام فجأة وصار يستفرغ ويطلع لي ويصرخ ويقول ما اقدر ايش اللي صاير ليه ويستفرخ يقول ما اقدر حتى اصير قريب منك ما اقدر في شيء يردني منك مسكنا ابوه الاثنين كلنا انا وياه وقر علينا كلنا مع الوقت طلع عمر بيني وبين محمد، عمر لسه موجود، لكن كان بيني وبين محمد، كان هو الرادع في انه ما يخلي محمد يقدر يلمسني او يقرب مني حتى، يعني هو عمر لسه موجود لكن ما يسمح، لكن ما يسمح ان محمد يلمسني، فهمت السالفة ان هو ما كان فيني انا خلاص هو خرج مني لكنه صار واقف بيني وبين محمد، بعدين عرفت ان شرط عمر الوحيد ان محمد يطلقني ولا ما راح يفك عنه، اتحداه محمد ولا طلقني، لكن جلسنا مدة مع بعض ومحمد صابه اليأس، وفي يوم كنت متوقعة فيه الطلاق، جاني وقال ان ربي مو لنا نصير مع بعض تكلم معايا وبكى وقال اني انا مره تعبت وما عاد فيني طاقه وكنت انا حزينه لكني ما بكيت بالعكس شجعته قلت له انت الصح طلقني وروح عيش حياتك وتزوج وانبسط فيها لا يضيق صدرك ولا شيء وفعلا طلقني ورجعت لاهلي والحين انا أقولكم اني انا للان بنت حاليا لي سنه من طلاقي وما عاد أعرف أي شيء عن محمد آخر شيء عرفته أنه سافر برا وما عاد رجع وأنا الحين بدون عمر وبدون محمد انتهت القصة الرأي الشخصي خلوا كل السالفة على جنب شفتوا لما قالت الآن أنا بدون عمر وبدون محمد حسيت أنها مشتاقة لعمر بسم الله لا أه... طبعا أنا بالنسبة لي مصدق القصة صراحة ليش؟ لأنه قد سمعت قصص كثير كذا فأتوقع ف... أنها صدق صارت فعلا وفي طبعا مس عاشق بسم الله الرحمن الرحيم وبس الي يكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إذا عجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة، مواقع التواصل حقتي تحت.